كلية الهندسة في جامعة النهرين تحصل على المركز الأول بجائزة المجلة العلمية المميزة للعام 2022 والتي تُمنح في يوم العلم العراقي كأفضل مجلة للعلوم الهندسية. حصلت مجلة كلية الهندسة على الجائزة الأولى في يوم العلم الذي تقيمه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. وجاء هذا نتيجة لمستوى البحوث التي تنشر في مجلة كلية الهندسة وكذلك أعدادها. وكذلك الاستشهادات التي حققتها مجله كليه الهندسه في المستوعبات العالميه الرصينه. وكذلك تعتبر كليه مجله كليه الهندسه من المجلات التي تنشر بحوث هندسيه وتكنولوجيه حيث نشر في مجلتنا عده باحثين اجانب من استراليا وماليزيا ومن الدول المجاوره. وكان هذا هو من الاسباب حققت نقاط في تصنيف المجلات العراقيه وبهذه المناسبه نتقدم بالشكر والتقدير لوزاره التعليم العالي لاهتمامها ومتابعتها لمجلات الجامعات العراقيه والمؤسسات العلميه وكذلك للدعم والمتابعه من قبل رئاسه الجامعه هذا ويشار إلى أن البحوث المنشورة في المجلة حاصل على استشهادات في سكوبس وكلارفيت وغيرها من التصنيفات العالمية الأمر الذي زاد من التقدم في التصنيفات ومنحها المركز الأول نفتخر أن مجلة نهرين العلوم الهندسية حازت على جائزة العلم كأفضل مجلة هندسية طبعا هذا جاء بعد جهد لأكثر من ثمان سنوات خلال هذه الفترة المجلة هي مؤسسة من 1987 لكن في الثمان سنوات الأخيرة كانت إدارة التحرير أو رئاسة تحرير المجلة حريصة على تطوير المجلة دائما فخلال هذه الفترة انتقلت مجلتنا اعتبرت مجلتنا كأول مجلة هندسية في العراق تعتمد بنظام الاو جي اس وهذه من من عام 2016 بدينا بالعمل بنظام الاو اس نظام ادارة مجلات حديث بعدها سعت المجلة للدخول ضمن جوجل سكولر وصارت مسجلة ضمن جوجل سكولار بعدها المجلة اصبحت باتفاقية اصبحت عضو مع تيرنتن فكل بحوث المجلة اي بحث ينشر في موقع المجله هو يدخل ضمن موقع تشارنتن بالتالي ما حد يقدر يسرق البحوث حفاظا على الامانه العلميه وحفاظا على رصانه البحوث المنشوره بعدها دخلت المجله اصبحت عضو في الدي واي جي اللي هو دايركتور اوف وهي منظمه عالميه تضم كل المجلات مفتوحه المصدر بعدها المجله دخلت في كوب واللي هي عضو مجله تفتخر انه هي ايضا عضو في كوب المجلة لكل بحوثها عندنا دي واي نمبر ايدنتيفاير آه بعدها المجلة آه اصبحت عضو حاليا هي قريب ان تاخذ عضوية الانسبك وقدمنا على سكوبس قبل سنتين قبل ثلاث سنوات وبعدها اعيد آه طلبوا مني إعادة تقييم لأسباب بسيطة نسعى إن شاء الله لهذه السنة نقدم مرة ثانية على سكوبوس إن شاء الله وجاء التأكيد على أهمية الجهود التي بذلت من قبل أعضاء هيئة التحرير المتعاقبة فضلا عن الأساتذة والباحثين الذين نشروا بحوثهم في المجلة ودعموا عدد ونوع البحوث المنشورة أمير غازي جامعة النهرين